منتصف العام الماضي 2020 أعلن موقع الجيش عن تأسيس محور طور الباحة بقيادة الإخواني أبو بكر الجبولي. في أواخر أكتوبر تم إلغاء المحور نتيجة ضغوط قبلية، وفي مطلع فبراير 2021 تم تدشين العام التدريبي لمحور طور الباحة الذي أعيد إنشاؤه بدعم من هادي بحسب إعلام الإخوان. بحفل واستعراض عسكري على تخوم مناطق الصبيحة في لحج، التدشين أعاد للأذهان الطريقة التي تم بها الإعلان عن تأسيس اللواء الرابع مشاة عام 2017، وفرضه كأمر واقع ليتم ضمه لاحقا إلى محور تعز. يأتي ذلك بعد شهر واحد من إنشاء الإخوان في تعز لما أسموه معسكر الدفاع الساحلي. نشاطهم بحماس غير معهود منهم لشق وتعبيد طرقات من نواحي متعددة باتجاه السواحل، بعضها بالاتفاق مع الحوثيين وبغطاء شعبي. كان الهدف من إنشاء اللواء الرابع جبلي انتزاع جبهات ومساحات واسعة من مسرح عمليات اللواء 35 مدرع الذي كان خارجاً عن سيطرة الإخوان، وتحقق ذلك بعد مقتل قائده عدنان الحمادي. الأمر يتكرر مع توسيع دائرة نفوذ وسيطرة اللواء الرابع الذي يقوده مدرس في كلية التربية بلحج ومراسل صحفي سابق لصحيفتي أخبار اليوم والصحوة التابعتين للإخوان تحت مسمى محور طور الباحة، سعياً لفرضه كأمر واقع داخل مناطق الصبيحة التي تمتد من باب المندب إلى حدود العاصمة المؤقتة عدن. عقب تشكيل حكومة اتفاق الرياض صدرت توجيهات تركية للإخوان بتأسيس محور طور الباحة والعمل على إبقاء القوات الإخوانية في شقرة لإفشال إعادة ترتيب الشرعية في مواجهة الحوثي في محاولة عسكرية لفرض ترتيبات معدة سلفا بين قطر وتركيا. يؤكد ذلك كله أن البرلمان التركي صادق قبل أسبوع على مذكرة رئاسية بتمديد مهمة القوات البحرية التركية في خليج عدن وباب المندب ومياه الصومال الإقليمية لمدة عام.